تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينظم حزب حماة الوطن بالتعاون مع حزب مستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين احتفالية كبرى يوم الجمعة المقبل الموافق 2 سبتمبر لتكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والفنية والأزهرية وذوي الهمم. بيحضر الحفل عدد من الوزراء من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والحزب يقدم هدايا قيمة للأوائل ودروع تكريم تقدير لجهدهم طول العام الدراسي ولتفوقهم في النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية. الاحتفالية بتأتي انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب في إطار السياسة اللي بينتهجها بتشجيع المتميزين في كافة المجالات، وكذلك التمنيات لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق. معي على التليفون الأستاذة رانيا ربيع، مسؤول الإعلام بحزب حماة وطن. أستاذة رانيا، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. فكرة الحقيقة رائعة، يعني كمان تكريم الطلبة من كل الأوائل، يعني عامة وفنية ومن الأزهرية وذوي الهمم، وعلى مستوى محافظات الجمهورية. عظيم جدا، عظيم جدا. أرجوك يقول لنا بقى الدافع يعني وراء الخطوة العظيمة دي والاحتفالية. الدافع وراء الخطوة دي فكرة إن لكل مجتهد نتيجة اجتهاد، فده تكريم للمتفوقين بحضور أهاليهم عشان يشوفوا الفرحة نتيجة تربية ولادهم، مشاركة مجتمعية من الحزب بفكرة إنه إزاي أنت موجود في سوهاج دلوقتي ومتفوق، لأ الدولة شايفاك، أي فرع من الدولة شايفك وبيكرمك وأنت موجود على الساحة، والوزير بنفسه هيشوفك وهيقابلك. ده دافع إنساني ومعنوي أولا. الدافع الأكبر فكرة التعليم هو البداية لبناء أي وطن. فتكريم المتفوقين في التعليم دي خطوة على طريق إلقاء الضوء على النماذج الناجحة. ودي مهمة مش بس ثانوية عامة، مهمة على سياق بقى مستمر في كافة الأمور. هنلاقي حاليا الشباب برضو ليهم في الدولة حاليا تمكين. فدول بداية الشباب اللي هيكونوا ممكنين إن شاء الله في تفوقهم في الجامعات مستقبلا. ممتاز. ممتاز، واضح كده بالتالي ان في عدد كبير هيكون حاضر، حضرتك بتقولي على مستوى الجمهوريه كلها يعني. 58 طالب هيتم تكريمهم ان شاء الله بتكريمات بحضور السيد الوزير نفسه، وهيقدم ليهم جوائز ماديه وعينيه، وخلال الحفل كمان مش هنكتفي بس التكريم، لا هنلقي الضوء على ما قامت به الدوله من مجهودات في الناحيه التعليميه تحديدا. دعم ذوي الهمم من خلال وجود فصول عن طريق حياه كريمه، المبادره، الاهتمام بالتعليم الفني من خلال دخول رجال الاعمال بانشاء مدارس صناعيه والى اخره، تساهم بقى في فكره العماله انه يخرج السوق الناس اللي احنا محتاجينها في السوق في العمل. طبعا طبعا. انا شاكر جدا لوجود حضرتك معانا الاستاذه رانيا ربيع، مسؤول الاعلام بحزب حماة الوطن.